نعم، أنا صديقة ديال السيدة اللي قام عليها بالاعتداء. هي صراحة إنسانة طيبة، ولكن حنا كنعانيو من هذا المشكل في هذه المنطقة هذه العين القليعة. الدرك الملكي أكثر ما في جدو داير، ولكن عندنا مشكل ديال الأمن. خصنا الأمن، تنعانيو من زمان، ماشي هذا اليوم. لا بنات تيقرا ولا كل شيء. هاد الصديقة ديالي البارح غير مشات دير الخير، هي صدقات المشكل في حياتها، دابا تعقدات ولات مريضة نفسانيا، عندها مشاكل. اول حاجه ولات كتجلس ناعسه وكتكون مقفوزه، كتنوض تبكي كتقول غيقتلني لا غيقتلني. شكون يقتلها؟ المجرم اللي داوها من الدار. في الاول انا ما شفتش، جيت قالوا لي راه الصديقه ديالك مشات دير خير في السيده اللي تحرقات، تعطيها باش يتغطى ولادها، وداوها من وسط الدار. يعني من تكون وسط الدار ويديوك، الا كانت في الزنقه عادي، الا سمعتي واحد داوه من الزنقه، ولكن فاش يديو من وسط الدار ما بقاش الامل في هاد الدنيا. عادي انا كنطلب من هاد المنبر عادي، من كل جمعيات وكل امن اللي كيسمع، انهم يديروا لنا حل في هذه القليعه. راه حنا متاثرين بزاف، ماشي عاد اليوم، متاثرين من زمان، عندنا مشاكل. راه ما يمكنش نخرجوا، راه كتوصلنا 9 ديال الليل، راه ما يمكنش تخرج حدا الباب. راه عندنا مشاكل في هذه البلاد. ها هي السيده دابا كون ما كانتش شافوا فيها ولو شويه وجه الله وجابوها لولادها، وهي مسكينه عندها 2 بنيتات، ودابا هما مساكن متيتمين من جهه الاب ويتيتموا من جهه الام. شاد الحياه هذه، الله يرحم لكم الوالدين، ديروا مع هذه السيده حل.